أنيس البدري. أنيس البدري. Some amazing feats on the pitch. Chopu Moting. Chopu Moting, مهاجم الكاميرون. Also making the short list. Tembi Gatlana. Tembi Gatlana من جنوب أفريقيا. Gabriel Ngwene من الكاميرون. Derek Nsibambi من المنتخب الأوغندي. هذه أجمل الأهداف المسجلة في الموسم الأخير. إذا أولا ما الهدف الذي أعجبك؟ حسنا لم أتابع كل الأهداف من ما شاهدت. الضربة المقصية الأخيرة ليس لم تكن سيئة لأنه سيد دروغبا. إذا تفضل بتقديم صاحب الجائزة أو صاحبة الجائزة. الفائز أو الفائزة كريستينا تمبي كاتلانا من جنوب أفريقيا. كريستينا تفلانا أفضل لاعبة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة النسائية، ستشارك كذلك في كأس العالم للسيدات. شكرا جزيلا لكم، تهانينا. شكرا ديدي. حسنا، من الأهداف ننتقل إلى جائزة أخرى كبرى، وهي أفضل تشكيلة 11 لاعبا، ويتم التصويت عليها من قبل اللاعبين. وعندما يتم تكريمك من قبل اللاعبين أنفسهم فهو تكريم واعتراف رائع. سنقدم إذن التشكيل المثالي، أفضل 11 لاعبا في مراكزهم، و بالطبع تم اختيارهم من قبل اللاعبين أنفسهم. إذا هذا التشكيل تم تقديمه من فيفا برو. كذلك ندعو السيد جيريمي جيتاب فوتسو من الكاميرون، رئيس فيفا برو افريقيا، تكريم 11 لاعبا في مراكزهم. يانغو افضل حارس، سيرج أوري أفضل ظهير أيمن، مهدي بن عطية أفضل مدافع محور، إيريك بيلي أفضل مدافع محور كذلك، كاليدو كوليبالي أفضل ظهير أيسر، توماس بارتي أفضل لاعب ارتكاز، نبي كايتا أفضل متوسط ميدان، رياض محرز، ساديو ماني أفضل مهاجم في مركزه، بيير إيميريك أوباميانغ، ومحمد صلاح. هذا هو تشكيل أفضل لاعبين حسب مركزهم. إذا سنضع لاعبين في مركزهم. إذا محمد صلاح مع أوباميانغ في الهجوم، وساديو ماني كذلك.
إذن some of Africa's finest 11 here with us tonight. Let me welcome them. Please show them your appreciation for all that they have done. Dennis Anyango, Dennis Anyango من أوغندا, حارس مرمى المنتخب الأوغندي الذي سيشارك في كأس أمم أفريقيا القادمة. سيتم تكريمه من رئيس فيف برو أفريقيا. سادو ماني متواجد معنا. كذلك في هذا التشكيل تشكيل الحلم وأحد أفضل الأحد عشر لاعبا لا يستحق التقديم محمد صلاح. Parmi les joueurs donc qui ont été désignés à leur poste avec la collaboration des trois من الأحد عشر لاعبا نقدم لهم largement mérité جوائز التي يستلمونها عن بكل استحقاق. On va quand même prendre un mot de Jérémy. Ça vous fait quoi cette collaboration avec Jérémy, ما هو رأيك في هذا التعاون مع الاتحاد الافريقي؟ وانتم من يقرر بالنسبة لنا كرابطة لاعبين محترفين؟ اسمحوا لي اولا باسم هؤلاء الاساطير أريد أن أوجه زجيل شكرنا للسيد الرئيس أحمد أحمد لهذه البادرة الطيبة تنظيم مباراة كرة قدم لتكريم اسم كبير جول فرانسوا بوكاندي. أنتم تعلمون القارة الأفريقية قدمت لاعبين عظام وأعتقد أن هذه البادرة علينا تشجيعها وأهنى السيد رئيس أحمد من أجل ذلك. بالنسبة لهؤلاء الشبان أنا أشجعهم, هم يمثلون فخر إفريقيا. أتوجه لهم بكل التهاني وأتمنى لهم حظا سعيدا في مسيرتهم. شكرا جيريمي. شكرا لساديو, شكرا نيانغو, وشكرا لجيريمي انتاب كذلك. تهانينا. It is an incredible lineup there when you see it. يا لها من تشكيل.